من الفقرات اللي دائما انتم تحبوها ونحرص على وجودها ببرنامج كهرمانة هي فقرة الأزياء والموضة. وبما انه اليوم حلقتنا مخصصة للعيد وعن العيد فأكيد فقرتنا حلوة وكلها فرحة وألوان جميلة وتخص الأزياء بالتحديد. فقرتنا اليوم راح تكون عن آخر التصاميم لمصممة الأزياء رغد شبر. يا أهلا وسهلا بيك رغد. يا أهلا وسهلا بان حبيبتي، شرفتني الاستضافة في برنامج كهرمانة على قناة الشرقية، كل الشكر. نورتنا اليوم رغد أكيد، وجدا متحمسين نشوف تصاميمك الأخيرة. رغد، بداية تعرفينا عن نفسك وشون بلشت فكرة التصميم عندك؟ صراحة هواية من الصغر هي، وأحب الفاشن وأحب الرسم، ومن أيام المدارس يعني كنت دائما أحب أنه أغير بالأوتفت المدرسي، ما أخلي على المعتاد مالته، ودائما ألبس الأهل يعني الذوق، وهذا هو اللي بديت. إذن هي موهبة من الصغر. نعم رغد، نعم. وأنت يعني كبرتي وصارت وياك واستقلتيها. صحيح صحيح، ما شاء الله صرتي مبدعة وعندك العديد من التصاميم. طيب رغد، بما أنه أيام عيد فأكيد اليوم الأزياء اللي راح نشوفها وشوفوها متابعات كهرمانة تخص العيد، يعني مناسبة نلبسها خلال أيام العيد. فمثل ما نشوف على العارضة، هذا أول فستان من مجموعتك الأخيرة، تحكي لنا أكثر عن يعني القماش، التفصيل، المن ممكن بأي مناسبة ممكن نرتديه؟ سويت هذا الفستان للأعراس البسيطة، لحفلة الحنة البسيطة، للمناسبات البسيطة، يعني من التول المطرز هاند ميد، هذا الفلورز كل اللي فيه، وأشياء يعني حبيت أضيفها عليه بسيطة، ما تكون يعني كثير فيها تفاصيل. حلوة البساطة، أحس مرات البساطة هي تعطي جمالية للقطعة. الفستان جدا بسيط مثل ما قلتي رغد وجدا حلو بنفس الوقت، أحس ممكن حتى القطع المهر، ممكن حنة، واحد معزوم قعدات بالبيت خلال أيام العيد، خلال المناسبات، جدا حلو وجدا مميز رغد. تسلمي. طبعا هيك نوع من الفساتين أكيد يناسب القوام الممشوق رغد، صح؟ صحيح نعم، بس حرصت أنا على دخول الكورسيه داخل الفستان على مود يناسب جميع الأجسام والقوامات، للتحكم به بسهولة من داخل، وطبعا يكون التفصيل حسب مقاس الزبونه. حلوه فكره الكورسيه رغد، يعني احسها سهله وتاخذ قالب الجسم، لان مرات احيانا وجود السحاب يقيدنا خصوصا اذا كانت القماش البدله شويه ثقيله وما بشغل، فالكورسيه ياخذ قالب الجسم وفكره جدا حلوه وعمليه. نعم صحيح. راح نشوف الموديل الثاني، هاي طبعا قطعه مختلفه تماما اللي هو اتمتن جمب سوت رغد. هذا جمب سوت من المخمل مع الترتر في اللون المارون، حلو للمناسبات بعد كحفلة حنة أو عيد ميلاد. صحيح نعم جدا حلو. هسه طبعا الجمب سوت صار لسنين دارج، يعني صار بالفترة الأخيرة مثل ما أنت مصممته بالمناسبات دي يلجأوا له حتى يكونوا مميزين. نعم، لأن الفستان أو التنورة الطويلة أو قطعتين صار دارج، فالجمب سوت نوعا ما مختلف ومميز. وحبيت شلون الأكمام طويلة يعني محتشم نوعا ما، بس بنفس الوقت اللون والأقماش مطية تميز. صحيح جدا حلو طبعا، وجدا مناسب لهيك مناسبات احنا بالعيد ونكون معزومين حفلة عيد ميلاد. صحيح جمعة بنات حلو يعني كلون وكتفاصيل. من تستوحين أفكارك رغد عادة؟ شلون تستوحين التصاميم؟ يعني كل أكيد كل مجموعة أنت عندك أفكار وراها، فمن تستوحين التصاميم والأفكار؟ بالنسبة للصيف طبعاً اعتمدت على الورد والأشياء الحلوة اللي بيها فرح الألوان، وتميزت كثير بالبرنت اللي فيه فروت مثل الليمون، مثل الكرز، الأناناس، هذه الأشياء. رغد، أنت طبعاً ما صار لك هواية بمجال التصميم، تحكي لنا عن بداياتك ومن شقد أنت بلشتي؟ بلشت بان من 2019، بس الحمد لله يعني تركت بصمة حلوة وتميز بتصاميمي، حبوها كثير ناس وكثير من المشاهير لبسوا من عندي وحبوا تصاميمي. أي أكيد أنت تصاميمك لاقت صدى يعني رغد، حتى لو خلال فترة قصيرة، ولكن بسبب بساطتها أيضا وبسبب القبول عند الناس والتصاميم المميزة. طبعا أكيد نحكي عن التصاميم المميزة، ورح نشوف تصميم آخر من تصاميمك من مجموعتك الأخيرة، اللون كلش حبيته رغد. شرحي لنا عن القماش، الستايل، شلون استوحيتي، والمن ممكن باي مناسبه ممكن نرتديه هيك فستان. اي صحيح، بان اعتمدت على هذا الفستان بالقصه، اكثر شيء قصه بسيطه وناعم، ودخلت عليه تطريز يدوي باللون التيفاني، وحرصت انه يبين جمال جسم المراه.
صحيح رغد، يعني الفستان مثل ما قلتي انت ركزتي اكثر شيء على اللون وعلى الشغل، مع التصميم البسيط مطي طابع كلش حلو ومميز جدا جميل. طيب رغد، بما انه احنا موسم الربيع واكيد مقبلين على الصيف، فحابين نعرف شنو اخر الصيحات للازياء بالصيف المقبل من خلال تصاميمك اكيد اللي تقدميها، وايضا من خلال الترند بصوره عامه. الترند بصورة عامة هذه السنة والسنوات اللي قبلها الستايل الغجري، وأنا اعتمدت بهذا الصيف إن شاء الله راح أسوي أشياء حلوة بالستايل الغجري، بألوان زاهية، بورود، بفروت، بأشياء إن شاء الله بألوان مبهرة. صحيح رغد، أنا دائما أشوف الصيف الملابس حالاتها أنه تكون ألوان زاهية تعطي هيك حياة للملابس، بنفس الوقت فعلا تحسسنا أنه إحنا بموسم الصيف. صحيح، بما انه بدنا نحكي عن الالوان فهذا اللون طبعا يجنن، الباربي، لون الباربي. الفستان جدا حلو رغد، يعني الصراحه من احلى التصاميم لحد الان. تحكي لنا اكثر عنه. هذا مخمل مع الترتر او في العراق البولك، دخلت معاه الريش اللي يعطي اكثر فخامه. اللون جدا حلو مميز جداً. العروس جديده مثلا يجونها بليله السبعه، يعني حرصت انه يكون شيء حلو مرتب حلو بنفس الوقت بسيط. رغد مثل ما شفنا بتصاميمك اعتمدت البساطة، حبيت الحركة مال الريش كلش دارج الريش، صار لفترة بس هسه صار، كان قبل بس بالقلابيات رغد وبالرمضان والقفاطين، هسه بدنا نشوفه بكثرة بالملابس فساتين. السهرة الفساتين حتى القمصان، يعني اكيد ترند، ترند كلش وموضة. فحلو انه دخلتيه بس بطريقة ناعمة، لانه اكو ناس تخاف من لبس الريش انه تحس يعني متكلف، بس انت دخلتي بطريقه ناعمه مع اللون مع البولك، حتى ممكن الوحده بمهرها بسبعتها ممكن تلبس الفستان. صحيح، جدا حلو وانيق وبسيط، اللون جدا مميز طبعا. تسلمين. اعتقد من الالوان الدارجه لهذا الصيف. صح كثير. نعم كثير، هذا اللون دارج، وهو والبيربل والنود من الالوان جدا حلوه. نعم. واحس ترام على كل البشرات. صحيح، البشره السمراء طبعا يكون عليها احلى اللون الزهري، وايضا البشرات الفاتحه. صحيح بان هو اللون حلو، وانا اعتمدت بهذا الفستان على القماش الستريج، المخمل الستريج، على مود ما يشوفون الموديل انه هي نحيفه وثابت. صحيح. على جسمها لا، هو ياخذ قالب كل جسم ويبينه مميز. صحيح، حلو ستريج انه القماش ياخذ قالب الجسم، وحتى واحد مرتاح يكون مرتاح بالحركه من يمشي ويتحرك. نعم. طيب، يعني بما انه بدنا نحكي عن الاقمشه وقلت ستريتش والبولك رغد، حابه اعرف شنو يعني انت نوعتي بالاقمشه من خلال الازياء اللي شفناها مرت علينا، نوعتي بين المخمل بين البولك، فبعد شنو الاقمشه اللي دارجه بالفتره الاخيره واللي انت ايضا استخدمتيها بمجموعتك؟ استخدمت الجلد، بس احنا متعودين دائما على الجاكيتات الجلد. صحيح. بس هالمره سويت فستان كثير مميز. نعم. من الجلد، حلو انه لبرثدي بارتي. صح. الاشياء السفر تقدر تحط عليه فرو. صح. هو يعني يناسب كل المواسم فعليا، يعني الصيف او الشتاء تقدر تستخدمه حسب طريقتها الخاصه. صحيح، يعني احنا كنا مثل ما قلتي رغد كنا الجلد متعلمين انه بس قماصل، لكن بالفتره الاخيره درجت موضه البناطير، موضه التنانير، ولكن ايضا الفساتين صاروا دور الازياء والمصممين مثلك يعتمدوا بتصاميمهم. اول شيء جدا حبيت اللون، التصميم جدا بسيط ومبين الانوثه، وبنفس الوقت الطول والستايل مالته جدا مميز. ومثل ما قلتي ممكن نضيف قطعه فوقات شاكيت، او تقدر هي تسوي ستايل تلبسه بطريقتها الخاصه. نعم. الخاصه. نعم. يعني كنا قبل بس فقط بالشتاء، لكن مثل ما انت مصممت الفستان هو ديزاينه صيفي يعني، ولكن ايضا ممكن واحد يرتديه اذا الجو تقريبا بهاري ربيعي، فجدا حلو ومميز وحلوة القصة مالته. طبعا هذا الجلد ايضا ستريتش. نعم. صح؟ نعم نعم، جدا حلو ومميز صراحة. التصاميم كلش حلوة رغد، مختلفة، كل واحد شفنا مناسبات وشفنا طلعات بسيطة وشفنا مختلف الأقمشة. طيب رغد، بما انه المناسبات تكثر بايام العيد، بما انه احنا عيد ودائما المناسبات البنات خطوباتهم زواجهم كتب كتاب الى اخره تكون بموسم الاعياد، فشنو النصائح اللي تنصحيها للبنات اللي عندهم مناسبات باختيار ازيائهم والبدلات اللي راح يلبسوها؟
نصيحة جدا بسيطة أنه تعتمد على ذوقها الخاص وعلى جسمها، ما تشوف دائما المشاهير أو البلوجر وتتبعهم شنو لبسها، ممكن هي ما يناسب جسمها. صحيح. أو تركيبة جسمها أو لون بشرتها. صحيح. فدائما تحرص على اللي يناسبها فقط وما تتبع الموضة، لأنه ممكن أشياء نازلة بالموضة هي ما تلوك عليها. صحيح. هذا هو أكيد. نعم. طبعا واحد حلو يأخذ فكرة يعني عن الآخر التصاميم وآخر الترندات والألوان، لكن إذا والما تأكيد البسه وإذا ما والما تأكيد. صحيح. لأنه بالنهاية دائما أي شيء إحنا يناسبنا راح يطلع أجمل وأحلى. صحيح. طبعا رغد جدا استمتعنا بالتصاميم، وأتمنى مشاهداتنا العزيزات أيضا حبوا التصاميم واستمتعوا بها مثل ما إحنا استمتعنا. نتمنى لك المزيد من التوفيق والنجاح في مجال التصميم والمزيد من التألق. شكرا جزيلا لوجودك ويانا. شكرا جزيلا، كل عام وانتم بألف خير. نعاد عليكم خير. بصحة والسلامة ان شاء الله. نعاد عليك واكيد على متابعتنا العزيزات، ونقول لهم مرة ثانية كل عام وانتم بألف خير. نعاد عليكم بالصحة والعافية. مع السلامة.